فكرة أولية عن موضوع التحول من البطاقة التموينية الورقية إلى البطاقة التموينية الإلكترونية، نعم مباشرة الوزارة منذ مطلع هذا العام بهذا المشروع بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي لما لديهم من خبرة في هذا الموضوع. الموضوع يحتوي على فائدتين، الفائدة الأولى والميزة الأولى أنه الحصول على قاعدة بيانات تخص الأسر العراقية المشمولة ببرنامج السلة الغذائية بنسبة دقة تصل إلى 98% 99%، وهي تفوق النسب التي كنا نحصل عليها من خلال المعاملات الورقية والبيانات الورقية. الأمر الثاني هو الخدمة الإلكترونية التي تصل إلى المواطن العراقي ويقدر يدير العمليات التموينية من شفر وإضافة والتبليغ عن المسافرين والمتوفين من خلال برنامج تمويني وعبر الهاتف الشخصي ومن داخل المنزل، مما يختصر على العوائل العراقية الجهد والزمن والكلف المادية. باشرة الكوادر الوزارة في محافظة النجف وبنسب متقدمة، وفي محافظة كربلاء، وفي محافظة دهوك، وفي محافظة سماور. بغداد بدأنا بجانب الكرخ منذ يوم 17/7 إلى يومنا هذا، كسرنا حاجز 60%، عبرنا 600,000 عائلة. إذا تحسب العائلة بواقع 5 أنفار، يعني الرقم ليس بالهين، من أصل 875,000 هو المتبقي 275,000. نسب الحجب انطلقت بنسبة 1.7%، صعدت إلى 2%، المتوقع أن نسبة الحجب تصل إلى 4% في نهاية المطاف، لأنه الحجب بدأ بعامل الأفراد وسينتهي أستاذ مثنى، عفوا للمقاطعة، والزخم اللي كان حاصل الآن قل نتيجة فتح مراكز أخرى في الكرخ؟ القاعات شبه فارغة الآن من خلال قناتكم الكريمة. أتمنى على عوائل الكرخ أنه تفد إلى مركز التحديث. الآن المراكز أصبحت 5، الرئيسي في معرض بغداد الدولي بواقع 3 قاعات، كل قاعة بحدود 130 مال بيانات، قاعات كبيرة ومكيفة. العمل بها يستمر من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 4 عصرا. تم تقليص الدوام، كان إلى 8 أصبح إلى 4 عصرا. موجود في أبو غريب عندنا مركز تحديث بيانات، موجود في التاجي، موجود في المحمودية، وموجود في اللطيفية. يعني أطراف الكرخ مغطاة بقاعات كبرى تمام. هذا يخلينا نسأل، عفوا أستاذ مثنى، أنه هذه التجربة اللي حصلت سواء بالمحافظات أو في الكرخ في بغداد، نتيجة أنه بغداد الكثافة السكانية الأعلى، بالتالي نعم. حضراتكم أكيد عندكم معطيات وتصور أنه الرصافة راح يكون بها الزخم اكبر، الاعداد اكبر، شنو خطتكم بما يخص الرصافه؟ احنا قلنا الكرخ، جانب الكرخ 875,000 عائله، نعم. جانب الرصافه هو 1,300,000 عائله. نعم. ومعدلات العوائل ليست 5 انفار، قد تكون 8 بالنسبه لجانب الرصافه، ولهذا الطبيعه السكانيه المزدحمه به. الوزاره تدرس وتقيم تجربه الكرخ، وهنالك قرار لم يعلن عنه لحد الان، لم يصل الى مستوى القرار هو قيد الدراسه، انه نلجا في جانب الرصافه الى برنامج وفيرجن جديد اسمه التحديث الذاتي، انه المواطن من حمله الهويه الوطنيه البطاقه الوطنيه الموحده يقدر يحدث من داخل المنزل عبر برنامج سيطلق خلال الايام المقبله، وحمله هويه الاحوال المدنيه سيضطر أن يذهب إلى مراكز التحديث. وإذا بلشنا في جانب الرصافة فعندنا من أقصاه إلى أدناه مواقع تخص وزارة التجارة وتغطي الرصافة بالكامل. ممتاز. هذا الخبر إذا صح يعني أو إذا تم تطبيقه إن شاء الله راح يكون يشكل فارق، بالتأكيد فارق كبير، ويسهل على المواطنين الرصافة، يسهل الكثير، لأنه أغلب عوائل الرصافة عندهم بطاقة موحدة. نعم. راح يحدث من داخل المنزل وما يستدعي مجيئه إلى مركز التحديث. إذن سيد مثنى جبار المتحدث باسم وزارة التجارة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في اليوم السابع.